النهارده معايا محلل وناقد رياضي مهتم جدا بالشان الافريقي، فرصه نتكلم معاه على القرعه وكل تفاصيل مباريات دوري ابطال افريقيا في ظل ان في نتائج كانت مهمه جدا اتلعبت في مباراه الامس، والنهارده لسه في مباريات بتتلعب في ختام لقاءات هذا الدور يوم الاحد. نروح بسرعه عبر ترند اونلاين وتحديدا عبر السكايب مع الزميل العزيز الناقد الرياضي الاستاذ ايمن جيلبرتو. ايمن ازيك ومساء الفل عليك. مساء الفل يا محمد وعلى كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وإن شاء الله كده نتمنى إن النسخة دي من دوري أبطال أفريقيا نعملها معاملة العشرة كده، وإن شاء الله الـ12 يا أهلي. الـ12 يا أهلي، دايما بحس يا أيمن إن العشرة مش واخدة حقها، يعني كان دايما الاحتفالية بالتسعة وبالـ11، تحس إن العشرة كده جت في يعني إيه في الوقت الضايع ما حدش ركز معاها. لا العشر عارف انت اتسرسبت كده لحد ما خدناها الحمد لله. بس طبعا مشكله دايما العشر هتبقى ان المباراه لما اتلعبت مع كايزر تشيفز في ارض محايده زي في المغرب بدون جمهور، يعني الاجواء نفسها كانت صعبه. يعني طبعا التسعه كانت برضه بدون جمهور وظروف كورونا، لكن في النهايه التسعه دي كانت زي ما نقول كده مباراه القرن، مباراه اهلي وزمالك بتتلعب هنا في مصر، الامور كلها مختلف يعني وضع تاني مختلف. لكن العشره انت بتلاعب برضو منافس بالنسبه لك، يعني منافسين في جنوب افريقيا باستثناء سان داونز، انت الامور ما بتبقاش فيها ازمات، بتلعب في المغرب بدون جمهور، فالامور كانت هاديه جدا في موضوع العشره ده. فنتمنى ان ال 12 تبقى زي يا رب. العشره فيما يخص الهدوء بتاع ان انت تتسرسب لحد ما تاخدها كده بكل سلاسه، ولكن نحتفل بيها زي ما احتفلنا بكل بطولاتنا. يعني طيب قبل ما ادخل معاك في الانديه المشاركه والانديه التي تاكد تاهلها، انت على المستوى الشخصي تتوقع مجموعه الاهلي تبقى مين؟ او تتمنى، ولا هل التوقع غير التمني؟ لا التوقع غير التمني، التمني صعب يعني. يعني اتمنى اي مجموعه للاهلي دايما بتمنى فيها حاجتين. اولا المسافات في السفر ما يبقاش فيها ازمه كبيره، تاني حاجه الملاعب ما يبقاش فيها مشاكل وتقدر تلعب في جو كويس وارض كويسه. فطبعا دي ما بتبقاش متوفره للامانه كتير في بعض الملاعب في افريقيا او بعض الاجواء في افريقيا، فيعني ده اللي دايما اتمناه. لكن طبعا زي ما انت قلت المقدمه بتاعتك، الانديه اللي موجوده كلها انديه اصحاب تاريخ وفي افريقيا، بعيدا عن نتائجهم في السنين الاخيره ممكن ما تكونش افضل حاجه، زي النجم الساحلي بعيد بقاله فتره، مازيمبي بنتكلم ان نادي بيراميدز اللي هو يعتبر ما بقالوش يعني 3 أو 4 مشاركات افريقيه بيتخطاه في التصنيف التراكمي بتاع اخر 5 سنوات، فدي طبعا بالنسبه لنادي بيراميدز حاجه كويسه كنادي مصري. يعني بنتكلم في وجود يعني وارد نادي زي شبيب البلوزداد يبقى موجود، بنتكلم الهلال وارد يبقى موجود. على فكره مباراه سيمبا لحد دلوقتي حسب النتيجه اللي قدامي سيمبا مغلوب على ملعبه 1-0، واعتقد نتيجة الذهاب كانت 2-2، اتعادل مع دينموز هراري في زيمبابوي 2-2، او باور دينموز. باور دينموز 2-2 ده ماتش حاليا في مباراة تنزانيا هو مغلوب والدقيقة 50، فوارد تحصل مفاجأة بخروج سيمبا الله اعلم. طبعا الهلال وبريميو دو اجوستو برضه فرقتين اعتدنا نشوفهم في ادوار المجموعات، فهنشوف مين فيهم اللي هيصعد. ولكن يعني انا اتمنى في الاخر مجموعه للاهلي تكون لطيفه فيما يخص السفر، لان ضغط المباريات شديد، والحاج عامر حسين قال مش هفيش تاجيلات في النص والامور صعبه، فنتمنى ان تبقى مجموعه تهون على الاهلي رحلات السفر والملاعب تبقى كويسه ونقدر نعدي منها. عايز كده اقول لك كده النادي الاهلي اتفضل، يعني برضه للتاكيد النادي الاهلي هو البطل، فالنادي الاهلي لا يخشى احد. احنا بنتكلم عن فكره ان احنا بندور على ايه اللي يريح الاهلي، لكن في الاخر هي كره قدم يعني. اكيد. طب انا عايز اقول لك برضه يعني في حال اذا خرج سيمبا او حتى الهلال، انت كده بتتكلم ان هيبقى في انديه تصعد من التصنيف الثالث للثاني، وانديه هتصعد من التصنيف الرابع للثالث، ابرزهم مثلا انت بتتكلم بترو اتلتيكو متواجد في التصنيف الثاني مع بيراميدز، وده مؤكد خلاص ان هم تاهلوا. في حال خروج سيمبا اسيك ميموزا اذا النهارده تخطى اهلي بنغازي هيكون في التصنيف الثاني، وفي حال خساره اسيك انت بتتكلم بقى ان كده اهلي بنغازي وباور ديناموز كل دول هيبقوا في التصنيف الرابع مع بطل موريتانيا ومع بطل بيتسوانا، فهتلاقي القوة كلها بتطلع للتصنيف الثاني والثالث زي النجم بالزبط. الساحلي وزي باقي الفرق يا ايمن، ده اعتقد هيغير شكل المجموعات بعد كده.
وده يعني للامانه ده اتمناه برضو، لان وجود فرق قويه او صاحبه التاريخ في التصنيف الثالث والرابع بتدي ان ممكن يبقى في مجموعات قويه. يعني تخيل كده مجموعه احتماليه فيها الاهلي وبيراميدز والنجم الساحلي، يعني مجموعه شديده في دوري ابطال افريقيا اللي هو اصلا برضو عدد الفرق اللي بتنافس فيه مش كبيره. فلو انت مثلا المواجهات المحتمله دي لما تبقى شديده قوي كده في دور المجموعات بيبقى امر برضو صعب وفي ضغط كبير. فيعني خلينا نشوف، يعني اتمنى ان في النهايه الانديه اللي في التصنيف الثاني تبقى برضو كلها بشكل متوازي، بحيث تاخد واحد بس فرقه من الفرق اللي هي القويه، ما يبقاش قدامك احتماليه مثلا بيراميدز مع النجم الساحلي مع الهلال السوداني مثلا او بريمي دواجوز. يعني برضو الفرق دي الامور صعبه. يمكن السنه دي خلاص مواجهه سان داونز ما فيش في المجموعات، المواجهه حدث المتكرره في تاريخي ده يا المجموعات. ايمن. ها خلي بالك انا عملت حسبه كده، احنا تقريبا سان داونز مش مجموعات بس، احنا برضو السنين الاخيره كنا بنقابل سان داونز على طول في دور الثمانيه، وهو دلوقتي في طريقنا في الدوري الافريقي. فلا يعني برضو شويه نبعد عنه في المجموعات، ده برضو حاجه لطيفه لان المواجهات دايما بتبقى صعبه ورحله مرهقه، فلو تتاجل دايما لادوار اقصائيه ممكن تبقى افضل يعني. أكيد. طيب لو سألتك على فكرة تواجد بيراميدز مع الأهلي، وده وارد في المجموعة طبقا للقرعة اللي هتتعمل لسه يوم الجمعة اللي جاية في جوهانسبرج. طبعا الأهلي حامل اللقب والأهلي لا يخشى أحد، دي أمور إحنا بنتكلم عليها في الكورة، ولكن وارد. هل يفضل يكون في فرقتين من مصر في نفس المجموعة، ولا يفضل بوجهة نظرك أنت كناقد رياضي ومتابع بشكل جيد للكرة الإفريقية إن كل فريق يكون في مجموعة بعيد عن التاني؟ يعني لو بتتكلم بنظرة عامة أكيد بالنسبة للكرة في مصر الناس أكيد هتتمنى إن النادي الأهلي يبقى بعيد عن بيراميدز لاحتمالية إن الاتنين يبقوا موجودين في الأدوار النهائية بشكل أكبر، فده يبقى أفضل أكيد بالنسبة للكرة المصرية. لما يبقى عندك فرقتين موجودين في دور الثمانية أو السيمي فاينال أفضل ما فرقة منهم تخرج بدري يعني. ولكن انا بالنسبه لي مثلا يعني وجود بيراميدز معانا في المجموعه لو امكن برضو بيحل لك حاجه، فكره السفر هتبقى المواجهتين هنا في القاهره او في مصر، الحضور الجماهيري فيها هيبقى اكيد الغلبه للنادي الاهلي، خبراتك افضل في افريقيا مع طبعا بيراميدز فريق مميز وعمل تدعيمات مميزه، المواجهات المباشره بينك وبين بيراميدز برضو في الفتره الاخيره النادي الاهلي تفوق، بنتكلم في نهائي كاس مصر، بنتكلم في مباراه كاس السوبر، مباريات الدوري بتاعت الدور الاول اللي هي بتبقى في بداية كده الموسم بتجمع فيها النقاط، كسبنا الموسم الماضي 3-0 والموسم اللي قبله 3-0 برضو، بعيدا عن مباريات الدور الثاني اللي كان بيبقى ليها ظروف، اما النادي الاهلي خلاص حسم الدوري وكان بيريح لعيبته، او مباراة السنة اللي فاتت اللي هي كانت بعد كمان سيمي فاينال الكاس اللي الاهلي اتأهل فيه. يعني انا بالنسبة لي مش شايف ان بيراميدز ممكن يشكل ازمة وجوده مع الاهلي في المجموعة، بالعكس بالنسبه للفرقتين ممكن يقول لك احنا الماتشين نلعبهم هنا في مصر زي قبل كده، احنا النادي الاهلي كان كتير مع نادي الزمالك في نفس المجموعه وكان التوفيق بيبقى مع النادي الاهلي تاريخيا في ادوار المجموعات لما بيبقى معاه النادي الزمالك او حتى نادي الاسماعيلي في 2010 لما كان معاه النادي الاهلي برضو تاهل. فممكن يعني بالنسبه لك اهلاويه، بنتكلم كاهلاويه دلوقتي، ممكن يبقى فاق لحسن ان يبقى معاك نادي مصري في المجموعه، ولكن في النهايه فريق بيراميدز فريق محترم له كل الاحترام لاعبيه أكيد. وجهازه الفني والنادي، لكن النادي الاهلي زي ما انت قلت وزي ما كولر قال وزي ما كل الناس بتقول النادي الاهلي هو البطل، كل الناس هتبقى خايفه تقع في كره النادي الاهلي وهي بتتسحب تبقى في المجموعه بتاعته. أكيد. الزميل العزيز أيمن جلبرتو الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من خلال فقرة ترند أونلاين، واتكلمنا مع أيمن عبر السكايب في تفاصيل مهمة جدا متعلقة بالقرعة اللي لسه هتتنظم يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله في جوهانسبرج. يمكن لسه الاتحاد الأفريقي مستني شوية تنتهي المباريات ويبدأ يعلن بشكل رسمي ميعاد القرعة ومكان القرعة والساعة اللي هيتم فيها إجراء مراسم القرعة. ده كان ملف مهم جدا لازم نتكلم عليه، وبخصوص المشوار الإفريقي خلال الفترة اللي جاية.